السلام عليكم خوتي، لاباس؟ بخير، كل شيء مزيان. كنتمنى من الله تكونوا مزيانين ان شاء الله. مرحبا بكم ومرحبا بكاع الناس اللي دخلوا القناه ديالنا جديدين، وشكرا للناس اللي كيتابونا والناس اللي كيديروا لايك لي كومونتير، شكرا بزاف. حتى الناس اللي كيبارطاجيو صراحه شكرا. اليوم جيت نهضر على حساب العلوان. الناس اللي كتقول لي في كومونتيرات او بزاف الناس كيسولوني كيفاش غادي ندير باسبور وانا هنا في اسبانيا ما عنديش باسبور، او كيفاش غندير باسبور وانا ديجا كان عندي في المغرب ولكن خليته في المغرب وجيت هنايا، او عندي هنا وبغيت نبدلو او عندي فيه الفيزا، واش ممكن ندفع فيه القانون ديال 3 سنين؟ اليوم غادي نجيكم الصراحه وما غاديش نكذب عليكم، وهادشي بالتجربه ديال بزاف ديال الناس. النقطه الاولانيه باسبور، و الا جيتي هنايا وما عندكش باسبور خليتي في المغرب او ضاع لك او عمرك درتي، انا نعطيك الحلول ساهلين. اول حاجه فوتوكوبي ديال باسابورتي، فوتوكوبي ديال باسابورتي، وثاني حاجه خصك تصور جوج تصور وشهاده سكنه. هاد الناس اللي غيديوك شهاده سكنه غيمشيو معاك وغادي تدفع في قنصليه ديال المغرب، هادشي ولا عندك فوتوكوبي. ولكن الحاجه اللي سهله مشي دير ديكلاراسيون حسن، مشي دير واحد ديكلاراسيون بان ضاع لك باسابورتي، وعطيهم العلوان فين ضاع لك، عطيهم شي علوان هيدا قريب تما بلاصه فين ديكلاري، كيعطيوك واحد الورقه بان انت ضاع لك باسابورتي، وديك الورقه هذيك بها كتمشي تدفع في قنصليه المغرب، فيها كتدفع حيت كيقولوا لك في القنصليه جيبنا الديكلاراسيون بان ضاع لك باسبور. هذا ولا كان ديجا عندك باسبور، ولا عمرك ما عندك باسبور راه كديروا هنايا، راه كديروا هنايا، كدير غير شهاده سكنه، كتمشي جوج تصور ولا ثلاثه تصور وباسبورتي، كتدفع 95 اورو، كتدفع الباسبور ديالك ما بين 20 يوم حتى شهر كيجي لك الباسبور ديالك. كذلك لاكارت ناسيونال المغرب اللي بغا الناس، كاين الناس اللي كيحتاجوها هنا في قنصليه المغرب، حتى هي سهله، عندك غير شهاده السكنه. ونهضروا على الفيزا، وقبل ما نهضروا على حساب الفيزا مثلا، على حساب الباسبور اللي فيه الفيزا واش ممكن ندفع به ولا نبدلو، قبل ما نهضروا عليه غادي نوضح واحد النقطه. وانا نوضح واحد النقطه ديال الباسبور. الباسبور ضروري غدير ديكلاراسيون، وكاين بزاف الناس كيقول لك انا ما عنديش الوراق، كيفاش غنمشي عند البوليس نقول لهم ضاع لي الباسبور؟ شوف اود عمي، هنايا في اسبانيا باش كتقتلهم هي انت كتثبت الهويه ديالك وما كتخافش اذا انت ما دايرش، هادشي هو اللي مزيان هنايا في اسبانيا. ملي كتمشي انت واحد واحد كوميساريه كيحترموك، فهمتي؟ كيحسبوك انت منهم، ما كيحسبوكش كانت واحد غريب. انت اصلا ملي كتعطيهم السميه ديالك اوتوماتيك يشوفوك بان انت واش عندك شي مشاكل، اوتوماتيك بلا ما يسولوك كيجبروك مزيان ما عندك حتى شي مشكل، كيعمروك الورقه، كيعطيوك الديكلاراسيون ديالك وكتمشي بحالك، وكيشجلوا النمره ديالك كيقولوا لك ولا جبرنا نعيطوا لك صافي. هذا هو المشكل، باش تقول لي بان غيديروا لي مشكل ولا يوقع لي شي حاجه ولا هذيك، راه ما غادي يكون حتى شي حاجه. الباسبور ديالك، الديكلاراسيون ديالك كتشدو غاتفين في قنصليه المغرب، تكون عندك شهاده السكنه، يكون عندك كل شيء، وبالديكلاراسيون تقدر دير شهاده السكنه. بالديكلاراسيون تقدر دير شهاده السكنه، بالديكلاراسيون فهمتي كيفاش؟ الديكلاراسيون ديالك دير شهاده السكنه، هادشي اللي كاين. وواحد الحاجه اخرى نوضحها، راه بزاف ديال الناس ما عارفينش بان هنا في اسبانيا راه ماشي كيجيو يشدو من عندهم ويردوه، راه كلشي عندهم قانوني هنايا، يعني عندهم كلشي بالقانون. كاين بزاف الناس ما عارفينش بان راه كلشي بالقانون. مهم علينا، انا وضحت الناس اللي ما عندهمش باسبور وباغيين يديروا باسبور وبزاف د الحوايج. دابا غادي نهضر الهضره الاخرى، اللي غنهضر على الناس اللي عندها باسبور فيه مثلا فيزا. مثلا انا جيت من المغرب باسبور فيه 5 سنين وانا جوزت 3 سنين، واش عندي الحق ندفع هذا الباسبور او لا خصني نبدلو؟ شنو هو المشكل؟ واش انا عندي الحق ندفع الاوراق بهذا الباسبورتي اللي عندي او لا باسبور خصني نبدلو؟ انا كنقول لك ما عندكش الحق، هو عندك الحق، راه ما نكذبش عليك. انا اللي غنقول لك دابا هو باسبور الناس كيدفعوا فيه فيزا ولا ما فيهش فيزا. اصلا ملي كيشدوا الباسبور ديالك، ملي كتدفع الاوراق كيشوفوا الصفحه الاولى، ما كيشوفوش الطابع ولا شي حاجه. ما يكذب عليكم حتى شي واحد، وهذا بالتجربه ديال الناس، اقسم بالله العظيم الا بالتجربه ديال الناس. واخا تكون عندك فيه الشهاده، واخا تكون عندك فيه فيزا باسبور، عندك الحق تدفع الاوراق ديالك، غير ما يكونوش عندك المشاكل وما يكونش عندك شي كونترا مزوره، ما يكونش عندك شي ورقه مزوره، الشهاده السكنه ديالك، كل شيء. وثلاث سنين كيطلبوا شهاده السكنه، ما ديك بروفات اخرين راه غير زايدين، شي يجبروا عندك شهاده السكنه راه مزيان. وقصيريه ولا عندك شهاده السكنه وبدلتيها شي واحد 4 ولا 5 المرات من الدار للدار، او 3 المرات من دار للدار، واش مزيان؟ فهمت كيفاش؟
مثلا انا نفهمك واحد الحاجه، نقولوا انت مثلا عندك شهاده سكنه مزيانه، كونترا اللي عطاك كونترا ماشي مزيانه، كونترا فيها مشكل، مول كونترا عنده مشاكل مع الدوله ولا في كريديات ولا شي حاجه، راه ما تقولش ليه ما يمكنش، ما يمكنش تجوز، ما يمكنش واحد الحاجه مشكل. واش تقول لي باسابورتي فيه فيزا ما يجوزوش؟ ما يمكنش، ماتت فيزا ما يمكنش، واخا تكون ماتت فيزا ولا ما ماتش فيزا، هما ما كيشوفوش فيزا، هما كيشوفوا باسابورتي، ما يكونش ميت، يكون باقي جديد، يكون باقي ما ماتش، يكون فيه مثلا، مثلا بالنسبه لي انا، ولا عندك باغي نعطيوك 3 سنين مثلا، انت باغي تبدل الاوراق ديالك، دير الاوراق والباسبور ديالك، ضرب 3 سنين باقي عامين يموت، وانت غادي تشد الاوراق ديال عام ياك، خصو يكون فيه عام، غير ما يكونش باقي واحد 6 شهور ولا 7 شهور يموت، لا من احسن بدلو، ولكن الباسبور ولا كان باقي فيه عام او عامين احسن بلا ما تبدلو. انا كنعطيك نصيحه، ولا كان الانسان عنده امكانيات يقدر يبدلو، راه تقدر تبدلو. ها اذا كنت تمشي للقنصليه تقول لهم باغي نبدل الباسبور، كتعطيهم باسبور، كيسجلوا نمره الباسبور، وكتعطيهم لاكارت ناسيونال وجوج التوار و95 الاورو، كيردوا لك الباسبور ديالك، يقولوا لك شهر كترجع عندهم، كتهز باسبور جديد، كيديوك باسبور قديم او كاع يبقى عندك، كاع ما كيديوهش، كيتقبوه صافي صافي، السلام عليكم. واللي ما عندوش الامكانيات راه من حقه يدفع باسبور واخا فيه فيزا، ما كاينش شي حاجه اللي كتثبت بان باسبور ما يمكنلكش تدفع فيه الاوراق بالفيزا. واش صحاب لكم هما دابا ما كيعرفوكش انت جيتي بالفيزا، راه نهار اللي كتدفع الاوراق، شي نهار اللي كتدفع الاوراق وكتوصل الساعه اللي كتمشي دير بصمات، كيكونوا عارفين عليك الصغيره والكبيره، ما يكذب عليكم حتى واحد، ما عندهم حتى علاقه تكون فيزا في باسبور، ما تكونش، خصك تكون انت ليغار وتكون نقي وما عندكش المشاكل وتابع الطريق ديالك، ما غادي يكون حتى شي مشكل. وانا هادشي اللي كنقول لكم راه ما كنجيش وكنغني، راه كانت شي هذا بالتجربه ديال الناس اللي قرابين ليا، وبزاف د الحوايج عندك الحق او بامكانك تدفع فيزا بالباسبور فيه الفيزا، تدفع الوراق بالباسبور فيه الفيزا، واخا يكون فيزا فيه ماتت، واخا تكون جيتي وحرقتي فيزا هنايا، راه الناس بولادهم بعائلات جاون هنايا حرقوا له فيزا وداو الوراق هما ولادهم. داكشي علاش اخوتي بلا ما يجي شي حد يقول لكم حقا لا خصك تبدل الباسبور ما تدفعش في الفيزا، انا كنقول شي حاجه تجربه الناس قرابين ليا، لو كان عندي بامكاني كيفاش نوصل لكم الصوت ديالهم، ولكن احسن حاجه اللي كنقولها دابا عندك الحق تدفع الاوراق، واخا يكون عندك التجمع العائلي، واخا يكون عندك الفيزا، واخا يكون اللي كان عندك، واش كملتي القانون ديال 3 سنين؟ واش جبتي كونتراتو ديالك؟ واش هما بحثوا عليك جبروك انت ما عندكش المشاكل في هذه الدوله هذه؟ راه غادي تدي الوراق ديالك، علاش غادي تديش الوراق ديالك؟ اسبانيا بالعكس، اسبانيا شحال ما عطات الوراق الناس، شحال ما كتدخل ديال السيكور وبزاف د الحاجات كتدخل الفلوس، راه كتربح معاك، راه ملي كتخدم راه اسبانيا كتربح معاك. ودابا مؤخرا اسبانيا ولات كتطلع، اسبانيا ما بقاتش بحال اسبانيا اللي كانت، اسبانيا واخا دابا الوباء ولات كتطلع، اسبانيا ولات كتطلع، ما بقاتش طايحه بحال اللي كانت في الاول، ولات حتى هي كتطلع، ولات حتى هي عندها الخدمه، وكاينه الخدمه ماشي ما كايناش، ولكن الانسان يقلب، الله يقول لك ما كاينش الخدمه، هذيك راه كيصبح ناعس. هادشي اللي كاين الاخوان، بلا ما يكذب عليكم حتى شي واحد، بلا ما نفقوا باطيتنا وبلا والو، قانون ديال 3 سنين عندك الحق تدفع في الفيزا، واخا تكون عندك الفيزا في الباسبور بلا ما تبدل الباسبور، بغيت نقصد لك زعما فيزا ماتت لك في الباسبور، واخا كاع تكون عندك فيزا، غير حاجه وحده، حاجه وحده، ديك 3 سنين هذيك ما تكونش كتطلع وتهبط للمغرب، باش نقولها لك، ولا عندك الطابع في الباسبور كتطلع وتهبط للمغرب، احسن حاجه بدل الباسابورتي، وانت والزهر ديالك ديك الساعه كيبقى، ولكن باش تقول لي انا جيت في المغرب فيزا وهاد 3 سنين ما هبطش المغرب ماتت لي فيزا هنايا، راه من حقك تدفع في الباسبور واخا فيه فيزا ماتت. غير هي باش واحد النقطه، ماشي انت عندك باسبور فيه الطابع ديال 15 مره كتدخل في ديك 3 سنين ولا 20 مره وانت كتمشي للمغرب، كتمشي وتجي على شهر 3 شهور كتمشي وتجي، اذا هذيك راه ما كتعنيش عندك 3 سنين هنا في اسبانيا، هذيك كتعني عندك تخرويد هنا في اسبانيا، واش فهمتوا؟ باش نوضح هذا الشيء، هذا راه بزاف الناس غيقول لهم هذا كيخرور، ولكن ولا عندك القانون 3 سنين او باسبور فيه فيزا بان ماتت لك من نهار اللي ماتت لك ما دخلتي ما خرجتي من اسبانيا، زعما ما خرجتيش للمغرب وجيتي، ما عندك فيها شي طابع بان مشيتي وجيتي، ما تخاف من والو، ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كاينش حتى اللي يديها فيك، ولكن باش تقول لي بان انا عندي فيزا كنمشي ونجي يلا باش دفعت الاوراق واحد 3 شهور باش كنت في المغرب، امبوسيبل، هذه ما غاديش نتفق معاك فيها، انا كنتفق معاك ولا عندك انت جيتي بفيزا
وحرقتي في فيزا وما هبطتيش المغرب وبقى عندك باسبور ودفعتي به في ديك الفيزا ماتت نو باس انادا ما كاين حتى شي مشكل كلشي غيجوز ان شاء الله وهادشي اللي كاين الاخوان تحياتي لكم وتهلاو ليا فراسكم ان شاء الله فيديو الجاي وهادو المواضيع اللي عطيتكم اليوم موضوع زوين وما يعطي لكم حتى شي واحد اخوتي السلام عليكم.